صباح الخير أحبتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وفقرة الأبراج لهذا اليوم. تمنياتنا لكم بصباح تملأه البركة والخيرات والتوفيق والرحمة الإلهية تصحبكم والانفراجات إن شاء الله. صباح الخير والتوفيق للجميع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وفقرة الأبراج أحبتي. بعد أن انتهينا من الكسوف الشمسي البارحة، ما زال القمر متواجد في برج العقرب، لأنه كان الكسوف الشمسي موجود أو حادث في برج العقرب، رح يبقى ماكث بي إلى غاية بكرة إن شاء الله بإذن الله، وهو في طريقة إلى الانتقال لبرج القوس الناري. وتبدي من انتقالات القمر يعني بصورة اعتيادية، تبدي شوية شوية تخف تأثيرات الكسوف، وكذلك في حال لو الخسوف في اللي راح يحدث في يوم 8 نوفمبر إن شاء الله المقبل. فالقمر ما زال في برج العقرب، وكانت الشمس في بدايات دخولها إلى برج العقرب مع الزهرة، لكن إحنا أولينا الاهتمام أحبتي للحدث الكسوف الشمسي لأجل أنه ننطي فد نوع من المعلومات حوله، ولو أنه يعني صار أيضا معروف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك هالأمور اللي يعني أصبحت معروفة، لكن لابد كفلكيين نتحدث عن هذا الموضوع وتأثيراته. ما زلنا أحبتي يعني إحنا في تأثيرات البرج يعني تأثيرات الكسوف الشمسي، حتى يبدأ القمر يتنقل شوية شوية وإن شاء الله ينتهي الموضوع بإذن الله، وتكون إن شاء الله بدايات جديدة. طيب، لما دخلت الشمس راح تبقى ماكثة إلى يوم 22/11 في برج العقرب، وبدأت سنة فلكية إيجابية. ستقولون بدأت ويا الكسوف، يعني ما شاء الله، لا لا لا، ما شاء الله، إن الله يفعل ما يريد، إن الرب الإله اللي خلق الكواكب وخلق كل شيء وهما يسبحان ويمجدان له، فهو قادر على كل شيء. لا تتشائمون، قولوا يا رب. يعني أنا أسمع هواية إنه يقولوا لي ها بدأت السنة على العقرب ويا يعني كسوف شمسي. لا، هي هاي ظاهرة طبيعية تحدث، لا تأثير عليها، بالعكس هي بداية جديدة. فخلنا نخلي أمامنا يا مواليد برج العقرب بداية جديدة، وإن شاء الله سنة فلكية مباركة عليكم. أكيد راح تبدون شوية شوية تتخلصون من تأثيرات المثلثات الفلكية والمعاكسات الفلكية، اللي أولها بالنسبة إلى زحل انتقالته إن شاء الله بالسنة المقبلة، وما بقى شيء، إلى برج الحوت. فمن يبدي يريد يطلع يعني ما رح يبدي يشكل ذيك الزوايا القوية اللي كانت بالسابق. كذلك رح يرجع أورانوس إلى حركته التقدمية، فهذه كلها رح تساعد جدا في أنه تبدي شوية شوية الأبراج اللي تأثرت بتواجد أو تربيع الكواكب شوية يكون لها فد نوع من التخلص من الضغوط. إن شاء الله آخرة الصبر خير، وإن شاء الله هي كلها للخير. الإنسان انمر بتجارب فيتعلم من عدها، وهي الحياة أكبر مدرس. فإن شاء الله نقول دائما دائما دائما، واستغلنينا البارحة لأجل الصلاة لأجل الجميع، إنه ربنا يفرج عن كل مكروب، وإن شاء الله يا ربي يفتح أبواب الخير والتوفيق للعالم أجمع. هذا يمكن يكون فد بدايات حلوة. نتحدث عن ماهية دخول الزهرة وكذلك الشمس إلى برج العقرب. رح نبدي يعني نأخذها شوية شوية كتوقعات بالنسبة لأول الأبراج. مواليد برج الحمل، حبايب مواليد برج الحمل، كان الكسوف، لأن يعني يجب أن نكون موضحين، قلنا بالكسوف لا تتعاملون ويا أمور المال وكذلك فتح مشاريع الأموال وإلى آخره أو قروض أو هالأمور. ليش؟ لأنه من الممكن الكسوف
اللي كان واقع في بيتك الثامن، وكذلك البيت الثامن يسلط الضوء على بعض الأمور الصحية، فيجب أن الإنسان يأخذ فد نوع من الاحتياط لهذا الأمور. فالكسوف راح يبدي يعدي يعقب الخسوف. الخسوف وين راح يكون؟ راح يكون في برج التور. فلهذا أحبتي، هالفترة بدخول الشمس إلى برج العقرب تقول لك أكو فد موضوعين تتنبه عليهم. لا تجازف بأموالك، أموالك لا تجازف بها. كذلك تنتبه للوضع الصحي، لازم ننتبه للوضع الصحي خصوصا بالنسبة لكبار السن. كوكب المشتري هاليوم مش قد بالشهر؟ اليوم إن شاء الله 26، بعد يومين راح ينتقل يوم 28 بالتراجع، هو متراجع عندك، راح ينتقل إلى وين؟ إلى برج الحوت، وبعد ذلك راح يتقدم بالحوت ويرجع لكم آخر السنة. راح يرجع لكم المشتري بكل أحواله، فراح يعدل أوضاعكم جدا. فلذلك ليش نستسلم لليأس، أو ليش نستسلم لمثلا التعب الصحي؟ أكو أمور تستلزم من عندنا أنه ننتبه إلها في حياتنا. فلذلك مواليد برج الحمل، من المطلوب من عندكم في هذه الفترة أنه نختار الأيام الأكثر حظا إذا عندكم القيام بأمور، إذا كنتم محتاجين فتح مشاريع تقص الأموال، أو بعث أموال، أو تصريف، أو يعني أخذ قروض، فأكو أيام أكثر حظا. وكل واحد كذلك حسب طالعة. ليش؟ لأنه الطالع أيضا يكون عنصر مساعد لزيادة الأيام الأكثر حظا. يعني مثلا مواليد برج الحمل إذا كان طالعهم قوس، فالمواقع اللي يكون بيها القوس ويا أصدقاء مثلا من الأبراج ممكن يساعد الحمل أيضا، أو كيف تتميم شراكاتكم. فهالأمور هذه شوية شوية راح نتابعها وياكم. إحنا اليوم نحاول أنه نركز على الأبراج اللي تحتاج النصح في هذه الفترة، الأبراج اللي ممكن أنه بعد الكسوف الشمسي راح تكون إيجابية، ويكون الشهر المقبل بالنسبة لدخول الشمس والزهرة إلى غاية انتقالها للقوس راح تكون إيجابية بالنسبة إلها. منو عندنا؟ مواليد برج السرطان وكذلك مواليد برج الحوت. الأبراج هذه من الممكن أن تتعزز فيها الحياة العاطفية، كذلك ممكن أن يكون هناك فترة إنجاب، بس من بعد ما يروح وين؟ يمشي القمر يطلع من الجدي يروح إلى موقع مثلا الدلو أو الحوت، فهذه الفترة مناسبة إلى إجراء عمليات الإنجاب وكذلك إنجاب الأولاد، أو كذلك علاقتنا أو تصميمنا أو علاقاتنا العاطفية والرومانسية. راح نلاحظ أنه الكثير منكم راح يقع ضحية الحب. أنتوا ومنو يابوي؟ أنتوا مواليد برج الثور وكذلك مواليد برج الميزان ثم العذراء. يعني هاي الأبراج راح تكون عندها حب أو زواج أو ارتباط. هذا يعني مثل ما يقول الموضوع بصورة عامة، لكن هناك شيء نركز عليه. قلنا دخول الزهرة للعقرب، يجب أن نركز في حال إذا كان هناك حب أو شعور بحب جارف أو خطبة أو ارتباط، ركزوا زين على الشخص الثاني أو على الطرف الثاني أو على الشريك. ليش؟ لأنه يجب أن نحكم العقل على العاطفة. أنا أشوف أنه أكو عندي اتصالات، فأبدأ بالاتصال. تفضلوا. أهلا وسهلا أخ محمد. سلام محمد. سلام عليكم. أهلا وسهلا ابني، عليك السلام. استاذ أحمد، ممكن عندي برج الجوزاء 12/6/99. 12/6
اي 15/6 وعندي بيت جديد اريد انتقل به، هاي الفتره مناسبه للانتقال. انتقال بيت من بيت لاخر؟ بل يعني بيت جديد، يعني هاي الفتره مناسبه ان شاء الله. تدلل ابني، شاكره لك محمد وليدي. اكيد مولود برج الجوزاء العشريه الاخيره من عندها. انت مولود برج الجوزاء، الرقم عندك 6 اللي هو الزهره، يعني تتحكم الزهره في حياتك. عندك ايضا الطالع هو الاسد، فنبدي الايام الاكثر حظا بعد الكسوف الشمسي. لازم تبدي يكون اكو تحويل بين الكسوف والخسوف 8 من الشهر. فهذه الفترة من يبدي ينتقل القمر، يروح وين؟ يروح للجدي والدلو. هاي راح تكون فترة كلش مناسبة للانتقال قبل الخسوف القمري. فهذه الفترة عندك مناسبة للانتقال من منزل إلى منزل آخر. وبعد الخسوف اللي هو يوم 8/11/9 نتركة، أيضا ممكن أن يكون من بعد 10 مناسب جدا جدا للانتقال من منزل إلى منزل آخر ابني العزيز، مع شكري وامتناني. هل يوجد اتصال آخر؟ عندنا اتصال آخر. أم ماجد، كل الهلا أم ماجد. السلام عليكم عيني. هلا وعيني، هلا ومرحبا، عليك السلام. أنا فرط من أخابرش دائما يعني. كل الهلا عيوني، كل الهلا، تفضلي. أي والله، أي في عندي مشكلة هذا اللي قلت 16/4 واللي خاطبها 25/1 شوية صار اختلاف يعني عافية، يعني هو خطايا يعني رايدة وهي زينة وياه، بس أنت يعني ما أعرف صار شوية اختلاف بسيط. يعني تصير ما تصير هاي الخطبه، يعني هو اني حسب علمي هو مولود برج الحمل مو؟ اي هي مواليد برج الدلو، يعني هي تريده مو ما تريده، بس يعني ما اعرف يعني تدرين بعد يعني خطيبين، يعني هو يريد شيء مثلا عامد الاقامه يعني جنسيه، فتقول له لا عقل الشيخ يعني ما اريد، يعني انت اعتمد على نفسك. هو حاير يقول عروفه لا، يعني شو تقول يعني تراهمون؟ قدوة القلب ماشي حبيبي. لا حبيبتي اسم الله يا يما، تدللين قلبي أم ماجد على راسي وعلى عيني. أكو اتصال لاخ؟ دا تأمني. أوكي، على بال ما تأمني نجاوب حبيبتنا أم ماجد، مع احترامي وتقديري وترحيبي الجديد بكل من يتصل بينا. أحب حبيبتي، قلنا هذه الفترة فترة الخسوف والكسوف، تركز الضوء على العاطفة. برج الدلو يعني ها أم علي، يلا خلي طينا أم علي حتى نتفرق. كل الهلا أبو معلاوي. صباح الخير. يا صباح الورد، يا صباح الورد حبيبتي، كل الهلا بيك. والله صارتين خابرت، والله العظيم ما أعرف اليوم شم صار الحظ وياي. إلي الشرف، إلي الشرف أم علاوي الورد، تفضل اليوم. أدي بيتي، بيتي مواليد 2008/2008. نعم. هاي خطية يعني لسه طبعا زواج متعطل، رديتي تقدم على معاهد معهد قضاء يعني ما صارت، هسه الماجستير متعثر وياها ما أعرف ليش. إن شاء الله يعني تعثرات، تدللين تدللين أم علاوي تدللين. حاضر يا قلبي، أني راح أجاوبك وأقول لك ليش ان شاء الله ماكو الا الخير. هذه التعثرات كلها راح تروح. كانت فتره صعبه، يعني كانت الابراج عندنا الدلو الجوزاء القوس العذراء التور الاسد، يعني كانوا جدا العقرب متضررين جدا في هذه الفتره. هسه هاي الفتره شويه الحوت دا نشوف انه اكو تضرر، يعني اكو او فترات يعني شويه تحكم انه تحدث في التعثرات. لكن هل يا ترى هذه التعثرات اللي دا تحدث، هل دا تحدث ضد ام للصالح؟ احيانا عسى ان نكره شيء وهو خير لنا، لكن تكرار هالامور يثير يعني التساؤل ليش. شوفي حبيبتي، هسه نجاوب أم ماجد ونرجع إلى أختنا أم علاوي. أم ماجد يوم حبيبتي فقلت إنه فترة الخسوف والكسوف تؤثر على العاطفة. مواليد برج الدلو،
تعب كلش. أي ما يكون ظرف تعب كلش، إذا كان من ناحية المادة، إذا كان من ناحية الصحة، إذا كان من ناحية الأمور المتوقفة جدا في حياته، فأصبح عنده فد نوع من ردة الفعل خصوصا تجاه الآخرين، فيعني يريد يقدم خطوة ويبعد أخرى، يقدم خطوة ويبعد أخرى. هذه من ناحية أنه إحنا أتحدث عن أسلوبين بالتفكير. ما شنو اللي أقصده بأسلوبين بالتفكير؟ الأسلوب الأول إنه إحنا كشرقيين متعلمين على عادات وتقاليد، و يعني يمكن تكون فد أمور معينة. الغرب عاداتهم غير شكل، جد غير شكل، يعني تفكيرهم مختلف، عاداتهم مختلفة، عندهم شيء اسمه قانون، يعني يمكن يكون فرد نوع من التحرر عندهم، فتشي يعني يكون أكثر من شعوبنا اللي عندها الالتزام والتقاليد والعادات، وهذا أنا أشوفه أنه هو الأصح. إلا بالظلم، لأنه الظلم ما مسموح، وماكو شيء إن شاء الله بعاداتنا وتقاليدنا إن شاء الله نحاول إذا أكو فتشي يظلم أي إنسان يجب أن يتغير. فهالأمور هذه كلها تلعب دور. مواليد برج الدلو من هذه الفترة شوية خلي يصبر حبيبتي. الدلو والحمل متوافقين، يعني هو كتوافق أكو توافق، لكن أحياناً فترة الخطوبة تحدث بها مشاكل، مثل ما الحياة الزوجية تحدث بها مشاكل. فنلاحظ أحياناً، وإحنا ليش أني ليش درست الأبراج على التقلبات من الناحية النفسية والفلسفية والطبع والطب، لأنه هذه اللي تأثر أكثر من أنه يعني نعرف أنه الإنسان إيش وقت راح يبدي يقلب، يعني أكو تدخلات يخليه يقلب. فهذه الفترة بين الخسوف والكسوف إذا أنت تتابعيني يأثر على العاطفة، فهناك قرارات ممكن أن تكون مستعجلة، خلي ينطيها مجال، خلي ينطيها مجال. الله يحفظهم اثنينهم، إذا حمل وإذا دلو فاثنينهم الله يحفظهم يعني يتميزون بالعصبية، واثنينهم مثقلين ومارين بظروف صعبة. فما ليس من الممكن أن من يكون عندهم فدرة فعل، لابد بالحياة يصير بها مشكلات، لكن هاي المشكلات يعني إذا أكو فتشي قوي يربط بين هؤلاء، يعني حب كبير أنه هاي الإنسانة مو 100% تكون مناسبتني، إنما خلي يكون فت 70%، أكو 30% أغلاط تنجرع، خلنا نحكيها بالعربي جمال لغتنا الدارجة، وأكو أغلاط لا ما تنجرع. فأكو أشياء مثل ما نقول أكو انسجام تقريبا هو ترى أعلى شيء بالأبراج يصل إلى 80%، لأنه الكمال لله سبحانه عز وجل. هم كدلو وحمل حلوين، لكن شوية خلي بس يعني مثلاً يطول باله، أو يكون شوية أكثر صبر في التعامل وياها. مشكلة بسيطة تنحل. شنو المشكلة؟ أخذ الأمور ببساطة بروية أناقشها. ما يعني ما من الممكن حتى إذا صارت هالفترة أكو رجوع، لأنه فترة الكسوف والخسوف تؤثر على العاطفة. وأظل أقول غلب الحكمة يا جماعة على العاطفة. أحياناً الإنسان يتضايق ويكون متضايق يضوج حتى يلغي زواج، يلغي خطبة، يلغي شراء بيع، يعني أكو أشياء كثيرة، أمور قرارات بعدين شو نسوي، بعدين نقول إيه لو ما سويناها كان هواية أحسن، خطأنا. فلذلك خلي يطول باله وياها. ليش؟ لأنه هم يعني اثنين منسجمين مع بعض، فتطويلة البال أخذ الأمور بموضوعية. إذا كان هناك حب يربطهم فهذا يمكن يذلل كل المشاكل، لأنه إذا هالطرف يحب هالطرف المحبة تغلب، دائما نقول المحبة تغلب، تغلب في كل الأشياء، حتى ويا علاقتنا مع
سبحان الرب اللي خلق كل شيء، المحبة تغلب. فأحيانا حتى يعني دموع الإنسان لما يعني مثل ما يقول يتكلم مع الرب سبحانه وتعالى بدموع وبقلب معتصر ونفس يعني كلها صدق، هذه نابعة منين؟ من الحب. فيقول ابعد عني عيناك لأنهما قد غلبتاني، ما أقدر أشوف دموعك. فلذلك الحب دائما يغلب. مستوى المحبة الموجود بين هالطرفين قوي أكو أمل، ضعيف من الممكن ننطي مقويات. هذا يعني مو شقة، إنما دا أقول ننطي مقويات، في إنه مقويات الحب إنه نعززها من خلال العشرة، من خلال التعايش، من خلال التفهم، من خلال إنه الرجل دائما هو يكون حاضن إلى إنه يكون الأقرب إلى شخصية الأب من الزوج، لأنه المرأة تحتاج إلى ظهر يسندها. فلما تشعر المرأة بأنه هذا الشخص محب راح يكون فعلا، مو إذا خسرت أبوها وتركت بيت أبوها ولأي سبب راح ينكسر ظهرها بعد ولا عودة لذلك. فهالأمور هذه تحس بيها تعويضية، صدقيني الحب ينمو ويكبر ويصير إلى مراحل. على الرغم من ذلك فهم حلوين مع بعض، المشكلة هذه ممكن أن تنحل ما تطول، لكن خلي يكون هو شوية أكثر طولة بال. حبيبتي أم ماجد، نرجع إلى أم علاوي، تقول أني عندي مولودة 2/8. 2/8 القمر، يعني رقمها قمري. أني أجي أباوع أول تاريخ الولادة من أحكي ويا الناس، أول تاريخ الولادة أعرف يا كوكب يتحكم. فهي أسد، شخصيتها قوية، عشريتها المشتري، متفائلة، حبوبة. الحسد، الحسد محسودة جدا. طبيعة جسمها تستقطب الطاقات السلبية، طبيعة جسمها تستقطب طاقات سلبية. القمري واللي تابع للزهرة واللي تابع لي يعني مثلا كواكب أو نفسية هيك تكون شفافة وحلوة واجتماعية وتنحب، وهل هل هالأمور هذه أكيد راح يكون عندها فطاقة حسد. فخل تتخلص من هذه الطاقة مع الحسد، هذا من باب أول. من باب ثاني إنه راح تبدأ فترة جد إيجابية بعد الخسوف القمري، يعني من 8 من الشهر المقبل 9/10 إن شاء الله راح تبدي الكواكب تنتقل إلى برج القوس. فدخول الكواكب إلى برج القوس راح يكون نافع جدا للأسد، كثير من الأمور راح تتغير في حياتهم، بس تطرد الطاقة السلبية. إضافة لذلك شوية يعني كتأثير فلكي راح تبدي هاي الأمور كلها تنتهي، الشمس راح تصير بالقوس، الزهرة راح تصير بالقوس، كذلك الفترة كلها راح تلعب دور. وإذا راح أطارد إلى برج الـ يعني الـ العقرب، فراح ينشط فد موضوع أو يطور فد موضوع حول ارتباط أو يعني فتح لمجالات مغلقة. إن شاء الله يا ربي يكون الفرج القريب، يعني ومن صبر ظفر. أتمنى للجميع يا ربي الخير والصحة والسلامة، وإن شاء الله مهما تطول الأيام يجب أن نحقق أهدافنا. نتمنى الفرج والانفراجات على كل من يتابعنا وللعالم أجمع يا ربي، وكذلك الأبناء شعبنا، وكذلك أطلب الخير والمحبة والمودة للكادر وخصوصا لحسناء وعمر. آخر برج منو كنت تحكين عنه؟ الأسد. ها تخيلت العقرب. مو الكواكب موجودة بالعقرب، وعطارد راح يدخل للعقرب.
يعني لازم يطلع منه حتى تصير الاسد. اي يصير الاسد وضعه كلش يعني. انا احكي عقرب ما لي بالاسد. هي تحشي على البرج الخاص بها. احنا دائما ندعو لكل الابراج ان شاء الله بالموفقيه، خصوصا انه بعلم الفلك انه يوم امس شهد العالم كله كسوف للشمس، وكان هذا الامر نوعا ما مقلق، لكن ايضا كانت لحظات جميله نقلتها كل شاشات التلفزيون ومن ضمنها قناه رشيد فضائيه. دعواتنا لك بالصحه والعافيه، وكذلك ايضا هذه دعواتنا لكم مشاهدينا ومتابعينا. تقبلوا تحياتي بالتقديم عمر محمد وحسناء الشجيري، وعلى التصوير عدي فوزي وعلي، وبهندسه الصوت عماد، وبالاخراج منو؟ أليكس. أليكس، أشوفكم مباشرة. إلى اللقاء. باي باي.